مقابلة موجهة، سي كما مقابلة صعبة، لأن لعبوا مع فريق اللي يلعب المانتي كما حنا. حنا رانا نديرو ماكسيموم إن شاء الله باش نجيبو بو ريزولتا، باش إن شاء الله نكملو في لي بوان اللي كما يقولوا النتائج الإيجابية اللي تساعدنا إن شاء الله باش نحقوا الهدف تاعنا هو المانتي إن شاء الله. نحضروا في المقابلة تاع الأسبوع هذا، عندنا مقابلة مهمة مع فريق نودي تبجايا، ورانا نحضروا لها بجدية، واللاعبين كلهم واعيين بالمسؤولية، ونظن إن شاء الله هيكون فيها خير، خاصة بعد الفوز الأخير على شباب التساورة، وين الفريق ولا استرجع الإمكانيات وخاصة المعنوية. نظن مقابلة تنتظرنا يوم السبت في بجاية، مقابلة قوية، وغياب الحارس سيدريك اللي يعني يكون غايب المقابلة هذه راح يأثر كثير على الفريق.